نجي هنا على الفوتوسينثيسيس، البناء الضوئي يحدث في خطوتين أو مرحلتين، اللي هي أول مرحلة اللي هي نوع من أنواع الرياكشن يسموه باللايت رياكشن، اللايت ديبندنت رياكشن، تفاعل يعتمد على الضوء أو تفاعل ضوئي. capturing energy from sunlight using the energy to make ATP and using power in the form of a compound called NADPH. لأن راح ياخذ الطاقة من أشعة الشمس يستخدمها لتكوين أو تصنيع جزيئات الطاقة الأدينوسين تراي فوسفيت الـ ATP، ويختزل الطاقة بشكل مركبات تسمى بالـ NADPH. The reaction of light takes place within the colloid membranes within the chloroplast in the cell. لو تفاعل الضوء مع الماء H2O ينطيني ATP NADPH plus O2. أما النوع الثاني من الرياكشن هو الدارك رياكشن، اللي هو اللايت اندبندنت رياكشن أو كالفن سايكل، اللي هي دارك كالفن. Using the ATP and NADPH to power the synthesis of organic molecules, chemical energy stored briefly in ATP and NADPH eventually stored in glucose. It takes place in the stroma of chloroplast. راح يستخدم جزيئات الطاقة الـ ATP والـ NADPH كقوة وكباور لتصنيع المركبات العضوية، وهي طاقة كيميائية مخزونة في الـ ATP والـ NADPH يكون مخزون في جلوكوز، وتحدث في منطقة الستروما من الكلوروبلاست اللي هو حيتفاعل الـ ATP والـ NADPH بلس CO2 ينطيني شوكرز. المحصلة النهائية عملية الفوتوسينثيسيس المعادلة اللي هي 6CO2 plus 12H2O plus light، اللي هي هاي المعادلة ينطيني C6H12O6 للجلوكوز plus 6H2O plus 6O2. هاي المعادلات كلش مهمة، والفوتوسينثيسيس أيضا عملية البناء الضوئي وتفاعلات مادة أيضا جدا مهمة بالامتحان الفاينال. Extracting energy from glucose، أخذ الطاقة من الجلوكوز، سكر الجلوكوز. For obtaining energy from glucose by aerobic pathway for major metabolic pathways must be occurring. أربع عمليات أو أربع مسارات أيضية تحدث أو بها أخذ الطاقة، اللي هي glycolysis تحلل السكري، conversion pyruvic acid to acetyl-CoA، citric acid cycle and electron transport. نوع الأول glycolysis تحلل السكري is the first stage in cellular respiration، أول خطوة في عملية التنفس الخلوي. A series of enzyme catalyzed reaction، هي عبارة عن تفاعلات مهدمة أو محطمة للإنزيم. Glucose converted to pyruvic acid، أول شيء الجلوكوز حيتحول إلى حامض البيروفيك أسيد. Two ATPs made pair one glucose molecules plus two NADH molecules which carry high energy electron to the electron transport chain for production ATP. يعني جزء اثنين من الـ ATP راح تصنع لكل جزيئة جلوكوز مع اثنين جزيئتين من NADH molecules راح تحمل هاي انرجي الكترون، الكترونات عالية الطاقة تحملها الى الالكترون ترانسبورشن لانتاج الـ ATP. سلسلة من الخطوات. All living organisms use glycolysis aerobic and anaerobic respiration. جميع الكائنات الحية تستخدم عملية التنفس الهوائي واللا هوائي وعملية التحلل السكري. Glycolysis takes place in the cytosol، اللي هو أسعار الخلوية. وبصورة عامة ملخص لهذا الرياكشن glycolysis: glucose زائد 2 ADP زائد 2 phosphate زائد 2 NAD plus ينطيني 2 pyruvic acid زائد 2 NADH زائد 2 ATP. هاي المعادلة أيضا جدا مهمة بالنسبة للglycolysis. Conversion pyruvic acid to acetyl-CoA occurring in the mitochondria، تحدث في الميتوكوندريا بيت الطاقة بحالتين. When oxygen is available، اللي هو aerobic pathway مسار الهوائي، each pyruvate molecules formed from glucose yield
one molecule of ester CoA, one CO2 and NADH اللي هو استخدام في إنتاج الـ ATP production، إنتاج ذرات الطاقة. زين، أول حالة تحدث بوجود الهواء. كل جزيئة تقاربات متكونة من تفاعل الجلوكوز، حينطيني جزيئة واحدة من SCOA وجزيئة من CO2 و NADH. في حال عدم وجود الأكسجين اللي هو anaerobic pathway، البارابيت is formed lactate. البارابيت راح يكون اللاكتيت. Lactate is the alternative fuel that muscle cells can use or the liver can convert it into glucose. اللاكتيت هو جدا وقود حيوي مهم بالنسبة للخلايا العضلية تستخدمه أو إنه الكبد يحوله إلى جلوكوز. When oxygen is become available, lactate is converted back to pyruvate. أحد عدم وجود الأكسجين، اللاكتيت راح يرجع يتحول إلى بيروفيت، بعدها then to acetyl CoA. هاي مداخل الصفحة اللي هي aerobic respiration، وهاي هم مداخله. نجي على فرق بين aerobic and anaerobic. aerobic اللي هو أكسجين present، بينما anaerobic هو عدم وجود الأكسجين. release more energy، بينما anaerobic release less energy. النقطة الثالثة بالأيروبيك reproduce CO2 water and energy، بينما الأنيروبيك produce lactic acid and energy muscle cell or ethanol CO2 and energy. النقطة الرابعة بالأيروبيك glucose completely breakdown، إن هنا الجلوكوز راح يتحطم بصورة كاملة، بينما glucose not completely breakdown بالحالة الأنيروبيك ما يتحطم بصورة كاملة، حيكون غير مكتمل. الايروبيك يحدث بالميتوكوندريا بينما الايروبيك اكيور ان سيتوبلازم. اتشيفلي ريليتيفلي سلو، يكون بطيء. ات بالايروبيك ريليتيفلي يكون سبيد، يكون سريع. هاي النقاط كلش مهمه بين الايروبيك ان انيروبيك ريسبيريشن. الايروبيك ريسبيريشن also used by yeast cell which is referred to as fermentation as the following. نعم، التخمر، تخمر اللاهوائي. الجلوكوز حيعطيني 2 ايثانول 2 كربون دايوكسيد اند انرجي. حتى السيتريك اسيد سايكل، سيتريك اسيد سايكل تايك كاربوكسيليك اسيد سايكل اور ذا كريبس سايكل، ا سيريس اور كيميكال رياكشن يوز باي اول ايروبيك اورجانيزمز تو ريليز ستورد انرجي ثرو ذا اوكسيديشن اوف استايل كو اي. يعني هي على اساس من تفاعلات كيميائيه اللي تستخدم جميع الكائنات الهوائيه تحرر طاقة من خلال أكسدة الأستايل كو اي، وما تحدث في الميتوكوندريا. Final step of the cycle is oxidative state with 2 CO2 and 3 NADH, 1 FADH2 and 1 GTP converted to ATP in electron transfer chain. هاي الناتج النهائي حينطيني جزيئتين من كربون، 3 من NADH، 1 من FADH2 وجزء واحدة من الـ GTP اللي حتتحول كلها للجزء الطاقة الـ ATP بالإلكترون ترانسبورشين. الإلكترون ترانسبورشين أو أوكسيديشن فوسفوريليشن تحتاج كوإنزيم أو سيتوكروم which located in the inner membrane of mitochondria، تحتاج إلى مساعدة إنزيمية وسيتوكروم موجودة في الغشاء الداخلي من الميتوكوندريا. The NADH molecules deliver pair of high electron energy electrons to beginning the chain. FADH2 also enter this pathway but is produced with fewer ATP than electron pairs carried by NADH. جزيئات NADH راح توصل زوج من او كمية من الطاقة او زوج من الالكترونات تكون عالية طاقة إلكترونية لبدأ هذه السلسلة. الـ FADH2 أيضا حيدخل ضمن هذا المسار لإنتاج كمية أقل من ATP من إلكترون بيرز carried by NADH، يعني هنا مميز بعض. الـ NADH molecules هاي حتوصل زوج من الإلكترونات تكون عالية
بطاقة عالية بدل هاي السلسلة، بينما ال ADH2 أيضا حتخرج ضمن هذا المسار، لكنه بإنتاج كمية أقل من ال ATP، أقل من الزوج الإلكتروني المحمول بواسطة ال NADH. The final production are oxygen، حيكون الناتج النهائي هو الأكسجين، حيتفاعل مع الهيدروجين to form water، ينطيني water and ATP to form ATP it called the oxidation phosphorylation. إذا الناتج النهائي حيكون أكسجين، حيتفاعل ويا الهيدروجين ينطيني مي water و ATP اللي حينتج بصورة نهائية جزيئات الطاقة أدينوسين ترايب فوسفات تسموه بالأكسيديشن فوسفوريليشن. معظم الـ ATP حنتج بهاي المرحلة. Scientists have estimated that electron pairs from NADH produce الإلكترون الناتج من الـ NADH ينتج 3 ATP، بينما الزوج الإلكتروني الناتج من FADH2 ينتج لي 2 ATP. هاي كلش مهمة تميزوها. الزوج الإلكتروني الناتج من NADH حينتج لي 3 ATP، بينما الزوج الإلكتروني الناتج من الـ FADH2 راح ينتج لي 2 ATP. بالمحصلة النهائية the final energy yielded from aerobic respiration about 36 to 38 ATP per glucose molecules. راح ينطيني من خلال عملية التنفس الهوائي 36 من 36 إلى 38 جزيئات ATP لكل جلوكوز واحد. نجي على الفات ميتابوليزم. والكربوهيدرات provide a readily available source of energy، هو الكربوهيدرات يعتبر جزء من مصدر أو هو أساس مصدر الطاقة. lipid function primary as an energy reverse، وضيفة الدهون بصورة عامة تعتبر هي يعني تنطي طاقة، يعني عندك يعني عند دهون تعمل عمل الطاقة بالجسم. lipids yield 9 calorie of energy per gram while carbohydrate and protein yield only 4 calorie per gram. إذا الدهون بالمحصلة النهائية يكون 9 سعرات من الطاقة لكل غرام واحد راح تنتج، بينما الكربوهيدرات والبروتينات بالمحصلة راح تعطيني 4 كالوري لكل غرام. الليبيد ميتابوليزم are involved with fatty acid oxidation to produce energy or the synthesis of lipids which is called lipogenesis. الأيض اللي تابع الأيض الدهني يشارك في عملية أكسدة الأحماض الشحمية لإنتاج الطاقة أو تصنيع الدهون اللي يسمى عملية تصنيع الدهون بالليبوجينيسيس. نجي على الأيض البروتيني البروتينز ميتابوليزم. It is breakdown of proteins into amino acids and simple derivative compounds. The primary reason for protein catabolism is so organism can convert proteins into a form of energy that they can use or store. يعني هنا عملية التحطيم الدهون عفوا البروتين، انه الاورجانيزم لها قدرة على تحويل البروتينات بشكل من اشكال الطاقة اللي قد تستخدمها او تخزنها. زين تحول تحطيم او هدم البروتينات من خلال الكائنات اللي تحول الدهون لشكل من اشكال الطاقة تستخدمها او تخزنها. The first step of protein catabolism is breaking the protein down into amino acids by cleaving their peptide bond, also known as proteolysis, to convert it to other compounds like the Krebs cycle. يعني اول خطوة من عملية هدم البروتينات هي تحطيم البروتين الى احماض امينية بواسطة انشطار الآثار البيبتيدية، ايضا معروفة عملية بالبروتيولايسيس، to convert it لتحوله الى other compound الى مركبات اخرى مثل ما موجود بدورة كريبس سايكل. انتهت محاضرتنا اليوم بالنسبة للسيلر ميتابوليزم.